سلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده يا ربي، ومهنيين نتوما والناس العزاز عليكم. المهم اليوم جايه باش نجاوب بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال اشنو درتي. قلت والله تنجاوب، نجاوب الناس اللي سولوني واللي ما سولونيش نجاوبهم كاملين. فاش تنخرج تيقولوا لي اشنو درتي، ضعافيتي واحد المده قصيره، يعني باش ضعافيتي قولي لنا اشنو درتي، باش مشات الكرش ما بقاتش منفوخه بزاف اشنو درتي. قلت غنجاوبكم، ولكن غنجاوب كل شيء في الفلاشين ديالي، يعني باش كل شيء يستافد. انتم عارفيني ديما تنقول لكم الا ما كانت شي حاجه فيها استفاده وفيها شي حاجه اللي تكون زوينه لكم راه ما غنجيبهاش لكم، وتتكون مجربه وتنجربها فيا انا باش نعطيها لكم، يعني راه ناجحه 100%. اشنو درت ولا كيفاش ضعفيت ولا الكيلوات اللي نزلت، يعني تبارك الله انا جاوني كثار 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 باش نزلتهم، وهاد النتيجه اللي واصله ليها انا عجبتني بزاف. كاينه واحد الاراده وكاينه رغبه انني نضعف، عندي هدف علاش غنضعف. ديما فاش تنحطوا الهدف قدامنا بغينا نديروا واحد الحاجه ونوصلوا ليها تنوصلوا ليها. كيف ما قلت لكم ملي تنحطوا الهدف تنجحوا في حياتنا، سواء باغيين نضعفوا سواء باغيين نخدموا سواء باغيين ننجحوا في الدراسه ديالنا، اي حاجه حطينا الهدف ديالنا وقلنا انا غنوصلوا ليها وقنعنا الدماغ ديالنا راه غنوصلوا ليها. داكشي اللي درت انا من الناس اللي ما تنحملش الريجيم في خطره ومعكازه على الرياضه، يعني باش ندير الرياضه خصك تشديني وتجريني باش انا نمشي ندير الرياضه. ولكن ملي كيف ما قلت لكم حطيت الهدف ودرت العزيمه والاراده، قلت والله تنوصل داكشي اللي بغيت انا، باغي نوصل واحد الوزن غنوصل ليه، والحمد لله وصلت ليه وانا فرحانه. علاش غنوصل لهاد هاد اول حاجه ملي تنبغيو نضعفوا راه ما تيكونش الهدف ديالنا اننا نضعفوا باش نبانو زوينين ونلبسوا حوايجنا، هدف ايه ولكن ما تيكونش هو الاساس بزاف. يعني عندنا صحتنا غناكلو وغنعيشوا حياتنا عادي، ولكن السمنه بعض المرات تكون عندها واحد الاضرار بزاف. بحال انا ملي تنزاد في الوزن تنوصل 87 ولا 88 الركابي ديالي ولات تبقاو يضروني بزاف وتعطيوني واحد الحريق، ما تنقدش على داك الحموله ديال داك الوزن اللي تنكون زايده بركابي ديالي. هذه حاجه. وثاني حاجه تنجي نلبس حوايجي ما تيجيوش قد تيطلع ليا الدم، تمشي باش نتكسى اي حاجه قيستها ما تجينيش وتجيني مزيره بزاف ولا خايبه. المهم ما تعجبنيش الحال، وانا من الناس اللي ما تنبغيش الغلط في خطره، تنبغي انني نكون ضعيفه. المهم معين وصافي ماشي بزاف كاع عاوتاني، ولكن المهم غنقول لكم اشنو السر ديال انني ضعفيت ونزلت واحد الوزن واحد الكيلوات. اش غنقول لكم راه ما غتيقوش ملي غنقول لكم شحال نزلت في واحد الوقت اللي هو مشي بزاف قصير بزاف. واشنو درت؟ لابد ملي تنقصوا الماكله، ما تنقصوا الماكله، نظام غذائي ماشي ريجيم. الريجيم هو تنقول تقطعي كل شيء وتبقاي في الجوع، انا ما تنحش بالجوع في خطره الحمد لله، تناكل كل شيء ولكن النظام. النظام اشنو هو؟ انني ما تنقص من الخبز، هذه اول حاجه نقصت الخبز، كل وجبه تناخذ فيها طريف ديال الخبز. ملي تنبغي نجلس باش نفطر تناخذ واحد طريف الخبز، يعني ربع الخبز ونحطو، ما تنحطش الخبز قدامي نحط خبزه ولا جوج خبزات وراه نحطهم، لا تنحط طريف حدايا باش هذاك اللي غالطريف غنكملو باش تجيني العكزه من نوضش للكوزينه مازال نزيد الخبز، نحط هذاك الطريف. الغداء بحال هكاك، الغداء نقدر ناخذ طاجين مع وليداتي مع عائلتي، يعني ناخذ طاجين، ولكن كيف ما قلت لكم طريف ديال الخبز ولا كمليه. كيفاش تندير؟ عاد دابا غنجيكم في التفاصيل كامله بحال اللي راه يعني جالسه معكم، ما غنخبي عليكم والو. تناخذ الخبز، انا تناكل بزاف، كنت ناكل بزاف يعني، والماكله تغلاق يعني كسكسو رفيسه المرقه، يعني الا جلست على الفطور انا راه يعني الا جلست نفطر غناكل بزاف د الخبز، انا من الناس اللي نحمق على الخبز. صافي ملي بقيت ناكل الطاجين ناخذ طريف ديال الخبز شويه قد هكا وناكلو مع الطاجين باش ان داك ربعة الخبز غيكمل ليا ديك الغداء ديالي غنكملو ويجيني نيشان مع الطاجين. هادشي اللي تندير. العشاء البنات انا العشاء 8، العشاء ما تناخذش شي حاجه اللي فيها بحال هكا دهنيات ولا شي حاجه. العشاء نقدر ناخذ لاصوب، بعد مرة تنقطع الخضار كاملة بحال الخيزو الخيار البسباس، أنا تالبسباس تناكلو خضار الكرومب داك
مطيشه شحال من حاجه تناخذها خضره ونقطع معهم واحد التفاحه وناكلهم. هذا الشيء مع الثمانيه، انا ما تنزيدش الثمانيه، لو فات الثمانيه انا ما غنزيدش ناكل شي حاجه. ملي تنبغي نعس البنات تندير كاس ديال الزعتر مسوس وتنشربو، حيت ملي تتشربو الزعتر على بعد مده طويله ديال الماكله واننا غنعسو شحال من ساعه ما غناكلوش، تيدير الاعمال ديالو، يعني تيساعد في تخسيس الزعتر. ثاني حاجه ما نعسوش وحنا شبعانين، واكلين بزاف ونعسو، ولا نجلسو واحد المده طويله حنا كلينا ونجلسو واحد المده طويله. لا كنت نتحرك انا بزاف، تنخرج للغابه، يعني مره تنخرج للغابه. ما يمكنش يكون واحد نظام غذائي وما تكونش فيه رياضه، هذه اول حاجه. ما يمكنش تكون رياضه وما يكونش فيها نظام غذائي، راه ملي تنديروا اي حاجه وحده غناكلو بزاف ونديروا الرياضه راه غنغلاضوا بزاف، هذه حاجه طبيعيه. غنديروا الريجيم وما غنديروش الرياضه راه غادي نهلكوا غير الجسم ديالنا، ولكن من تديروا الرياضه راه تنحاولوا. الرياضه البنات بصراحه انا الرياضه كتنفعني بزاف، كتحيد عليا شحال من حاجه. الرياضه زوينه 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 زوينه، واخا ديرها غير في الدار. مشيت سكت داك الطار عاد باش رجعت راه ما خلانيش نكمل. المهم كيف ما قلت لكم هاد السيستم هذا راه تقدروا تاخذوه واحد 15 يوم غتوليو تمشيو عليه نيشان. باش نوصل بلا ما نطولش عليكم هاد الفيديو هذا البنات، بلا ما تزربوا بزاف، انني نقطع الماكله في خطره ما ناكلش ونبقى نجري 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 بزاف، كل نهار غنجري وكل نهار غندير رياضه غنضحف دغيا ونرجع ناكل دغيا. لا انا خديتها كسيستم في حياتي، يعني سيستم غنديه يا ربي قدرني ونبقى فيه كامله. والله العظيم ملي تنبقى ندعي تنقول يا ربي ادني الله على هذا السيستم هذا باش ما نزيدش نغلق في الماكله ولا نزيد انني نعجز، نبقى بحال هكا. سيستم تمشيو عليه ديما، ناخذوا اي حاجه منها شويه شويه، ناخذوا من الحلوى شويه، ناخذوا الفواكه شويه، يعني ما نكثروش، اي حاجه كثرناها راه تتولي بالضرر علينا، واخا تكون زوينه تتولي بالضرر علينا. هادشي علاش جيت نقول لكم هادشي. المهم غنقول يعني لكم شحال نقصت في الوزن، بزاف ماشي غير شويه، بزاف. تشوفوها يعني النتيجه كاينه. الكرش باش غنهضروا على الكرش، باش بعد المره نديروا الريجيم ونديروا الرياضه راه ما تمشيش لينا الكرش. انا درتها شحال من مره، خدمت الكرش بزاف ودرت الرياضه ودرت الريجيم وما مشاتش لي الكرش، بقات لي هي هي. ولكن هذه المره غنقول لكم السر ديال الكرش باش انك تحيديها. السر بسيط بزاف، وواحد الوصفه اللي زوينه بزاف وغديريها في الدار، ما عندهاش اضرار، بالعكس تداوي الامعاء من جميع الامراض وتتنقي السموم من الجسم في خطره. يعني واحد الوصفه رائعه 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 غنعطيها لكم. نقول لكم شحال نقصت، المهم شحال كنت نوزن، كنت نوزن 87.9. بلاتي خنشوف واش غتبان لكم، كنبعد شويه بلاتي. ها هي 87، ها هي 87.9. انا الطول ديالي يا البنات متر و70. المهم ها هي هادي، نشوفوا التاريخ امتاش درتها. هادي درتها 29 في شهر 1 2020، 29 في شهر 1، يعني نقولوا شهر 2. ها هي باش هذا، هادي باش مشيت تعبر، تعبرت غير حدايا هنا، ما تيديروش التاريخ، ولكن ماشي بزاف. هادي باش تعبرت تقريبا سيمانه باش تعبرت من مور ديك المدة ديال 29 في شهر 1، يعني تعبرت تقول سيمانة بحال هكاك، شي 12 في شهر 3، شي 12 في شهر 3. ها هي البنات النتيجة، ها هي النتيجة، ها هي ها هي ها هي 77.9، يعني غدا 10 كيلو، يعني 10 كيلو تقريبا شي شهر و15 يوم بحال هكاك. المهم نتوما غتحسبوا غتجيبوا الحساب نيشان باش نوصل 10 كيلو نطيحهم في شهر و15 يوم. نتيجه زوينه بزاف 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 عندي انا، حيت كنت نضرب تمارين بزاف باش ندير الرياضه وندير الريجيم وما كنتش تنوصل لهاد النتيجه هذه، ولكن هاد المره وصلت ليها كيف ما قلت لكم بواحد الرغبه انني ندير الهدف قدامي. غنلبس حويجاتي غيبانوا زوينين دابا، سيرتو ولادي ملي كنلبس شي حاجه تقولوا لي يا ماما جاتك زوينه ماما، والله الا بانت فيك زوينه. يعني ملي تنضعفوا شي حويجات تلبسهم تيجيونا زوينين، تنوليو مرتاحين، تنوليو نعسو مزيان، تنوليو نتمشاو مزيان، ما تتبقاش عندنا داك العيا. انا الحمد لله ما بقاش عندي العيا، ربي السفل
واللي تنجري في الغابه شي نهار غنشارك معكم وانا تنجري في الغابه ان شاء الله يا ربي. تنتمنى كاع النساء تنوض ودير الاراده. شحال من واحد باغي يضعفوا، تنعرفهم انا باغي يضعفوا، ولكن الله يحسن العوان. انا وحده منهم، انا تنقولها ونرجع نقولها، انا وحده منهم. انا معجزه بزاف وتناكل بزاف، انا راه هوايتي الماكله، الكوزينه ونحط ناكل، الكوزينه ونحط ناكل، والشهيوات هادشي اللي كاين الله يرحم ضعفنا كما تنقولوا. ولكن الانسان يتهلا في صحته، زياده في الوزن تتشرف تبين الشيخوخه بكري، يعني تتبان كبيره، هذه اول حاجه. وثاني حاجه العيا 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 بزاف، تقدري تبغي تنوضي غير ديري شي حاجه ما تتقديش، ولا انك. وانا سيرتو ملي كانت عندي الطوموبيل كانت معلماني واحد العجز ما كايناش، راه غنمشي غير المارشي حدايا غندي الطوموبيل، ولكن دابا ما نعاودش ليكم، عرفت نتمشى بزاف على رجليا، اي حاجه غنقضيها في بعيده مني غنمشي على رجليا، ما نشدش كاع الطاكسي غنمشي على رجلي باش انني نربي السفن. غندوز نقول لكم اشنا هي الوصفه اللي هي سهله بزاف ودغيا دغيا ما غتجبروش معاها المشكل. يلا بينا. غتسمحوا لي بناتي لانني طولت عليكم الفيديو بزاف، ولا لاني بقيت عليكم بلا بلا بلا، ولكن كيف ما تنقول ديما انا بغيتكم تاخذوا هادشي اللي تنقول لكم انا بجديه. بغيت اي حاجه زوينه كيف ما قلت تنقول لكم تنشاركها معكم، حيت نتوما الناس ديالي والناس العزاز عليا، حيت ما يمكنش لي انا حاجه استفدت منها ولا شي حاجه جربتها وجات معايا وما يمكنش لي نشاركهاش معكم، ما يمكنش ابدا. المهم كيف ما تنقول الوصفه 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 السحريه اللي عجبتني بزاف هذه، ماشي انها غير انقاص الوزن، لا، هذا هو السر، انها تزول الشحمه من الكرش، يعني السموم اللي كاينه في الكرش تيزولوا. انا كرشي الحمد لله بقات تمشي بواحد السرعه وانا فرحانه بها، يعني كيف ما في الاول ما كانش تتمشي الرياضه والريجيم والو، ولكن بهذه الوصفه. وثاني حاجه البنات راه ما كاينش العكز، ماشي تنديروا واحد بحال اللي تنديروا ديما، تنشريو كريم غالي 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 بزاف وما تنديروا مره ولا جوج وتربيوه وتنخليوه، راه اختكم راه هي انا، راه هذيك انا اللي تدير هذا الشيء هذا، تنخليوه تنساو، ناخذ واحد الماسك تتلقاو التاريخ ديالو مشى، لا، هذه خاصها تكون مداومه، خاصها تكون بحال الفطور ديالكم كل نهار، يعني بحال اللي غتغسلي وجهك كل نهار، يعني ديما ديما ديما. البنات زرعت الكتان، انا يلاه مشيت خديتها دابا، ها شوفوا الكميه اللي خديت. زرعت الكتان، ها هي الناس اللي ما تيعرفوش زرعت الكتان، تنظن كاع الناس عارفينها بذور الكتان هي هذه. زرعت الكتان ما تنغسلوهاش، الا غسلناها تبقى تطلق داك الجيل ديالها راه تتفسد لينا. انا تنمسحها، تنشد واحد سريبيته وتنمسحها وتنديرها في بواطه بحال هكا، راه ما تنطحنهاش انا البنات كامله، غنطحنها وغنديرها في بواطه فين ما نبغيها، هذيك هي اللي تتكون ساهله بزاف وتتسهل علينا المأموريه، ولكن لا ما تتكونش عندها واحد النتيجه، حيت تدوز غير واحد المده قصيره وتطير من هذيك الفوائد ديالها. انا حتى تنبغي نجي تنبغي ناكل هذيك الساعه نشربها مع الماء، عاد تناخذ تناخذ معلقه هكا معلقه، هاد المعلقه ملي تنطحنها تتذوب ليا، يعني تتولي معلقه ونص ولا جوج معالق، تنطحنها تتطلق ديك الزيوت ديالها، تنطحنها ديك الساعه ملي غنفيق الصباح، ملي تنفيق الصباح تنصلي الفجر وندير ولادي الغدا، الغدا نصايب لهم الفطور والغدا باش يمشيو للمدرسه، تنشربها انا ديك الساعه، ناخذ هادي يعني معلقه هكا كصاينه، معلقه ديال الزنجلان اللي هو السمسم، معلقه الزنجلان. حنا الزنجلان البنات تنغسلوه تنكونوا نقولوا واش مداوي ولا هذا، المهم انا تنغسل الزنجلان وتنشفو حتى تينشف مزيان، ما تندوزوش لا في المقله لا والو باش يبقى دوك الزيوت ديالو، وتنشدو حتى هو معلقه ونخلطها مع زريعه الكتان ونطحنهم في الطحانه ديال العطريه حتى تولي بودره، يعني دوك الزيوت ديالهم كاملين تيطلقوا، وتنديرهم في واحد الزليفه وتناخذ يعني دوك جوج معالق، يعني راه تتولي جوج معالق ولا ثلاثه، تناخذهم ونشرب الماء، الماء دافي البنات، انا تندفي الماء تنطيبو وتناخذ الماء ديال القله، يعني الناس اللي عندهم القله ولا تيشريو الماء المعدني من الاحسن، حيت الماء الروبيني ماشي ما طريش 100%، داكشي علاش انا تناخذ الماء ديال القله وتنطيب الماء وتنخلطو، يعني نخلطهم بجوج وناخذو دافي، تناخذ نص سيترو مع هادي، كل ما تندير معلقه تنزيد معاها كاس وتنمشي، اما نخرج نجري اما بعد المره نجي من الدار ونتمشاو هكا ولا نمشي نتسخر عاد باش نجي نفطر، تقريبا شي ساعه انا تنخليها ما تناكلش من موراها والو عاد باش نجي نفطر. هاد العمليه من نهار اللي بديت النظام الغذائي وانا تنديرها يوميا، ما حيدتها حتى نهار، يعني درتها بحال شي حاجه اساسيه في النهار غنديرها، ولفتها استسمح
ولفتها بزاف، انني غنفيق تمشي لها هي الاولى باش ما نعقش، باش ما نعقش البنات. ما تعقزوش على صحتكم، ما تعقزوش. لو جيتوا تشوفوا شحال من حاجه تنديروا في النهار، تنصبنوا تنصيقوا تنخملوا ما تنخليو وما نديروا، وحاجه صغيره راسنا حنا ما تنقدوش نديروها، تنعقزوا عليها وتنعياو عليها. ولكن لا، راه باش انك تعطي لوليداتك وتعطي لراجلك وتعطي لدارك، راه خاصك تهلاي في راسك نتي الاولى، تهلاي في راسك وتهلاي في صحتك، وديري الريجيم وباني زوينه. هادشي اللي بغات الوقت باش انك تعطي مازال، حيت هما محتاجينك، راه نتي هي اللي سايقه السفينه بديك العائله. خاصك تهلاي في راسك، لا الصحه ولا الجمال. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، من تنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم ونكون وصلت لكم الفكره. واي واحد عنده شي اسئله وبغى يسولني، مرحبا والف مرحبا. تنتمنى تكونوا بخير والف خير، وتنوضوا وديروا الاراده والعزيمه وتهلاو في راسكم. شكرا لكم بزاف على دوك الكومنتات اللي تنقرا، وما تنساونيش باللايكات باش تشجعوني بهم ونزيد القدام، والناس الجداد اللي غيدخلوا عندي ما تنساوش ديروا ابوني في القناه وتضغطوا على الجر باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، الى اللقاء، الى فيديو جاي ان شاء الله.